Science geeks believe in scientist power. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم شيماء عادل من تيم علوم بشكل جديد. هنكمل مع بعض كورس الميكولوجي. وقفنا آخر مرة عند أوردر بسيسي وخدنا فيها إكزامبل البيثيوم وعرفنا الجنرال كاركترز بتاعته. نفتكر كده مع بعض الكلاسيفيكيشن بتاع البيثيوم. قلنا ان هو بينتمي لسب ديفيجن ماستيجو مايكوتينا ديفيجن طبعا ايو مايكوتا بقى ديفيجن ايو مايكوتا والسب ديفيجن ماستيجو مايكوتينا. الكلاس بتاعته كانت الاوومايسيتس وعرفنا ان الكلاس دي بينتمي تحتيها اوردر برينوس بوراليس. الاوردر دي فيها 3 فاميلي. الفاميلي الاولى اللي احنا بدانا فيها كانت البيسيسي ودي فيها 2 اكزامبلز البيثيوم والفيتوفثرا. خدنا البيثيوم وخلصناه. النهارده باذن الله هناخد الفيتوفثرا. الفاميلي الثانيه اسمها برينوس بوريسي ودي فيها 3 اكزامبلز اللي هي البرينوسبورا والبلازموبارا والبريميا. الفاميلي الثالثه البيجونيسي ودي فيها البوجو كانديدا. دي الجنرال كاركتر بتاعه البيثيسي وطبعا خدنا البيثيوم وخلصناه. تاني اكزامبلز معانا اللي هو الفيتوفثرا انفستنس. الكلاسيفيكيشن بتاعها طبعا زي ما اتعودنا كل اكزامبل ناخده لازم ناخد الكلاسيفيكيشن الاول. ديفيجن ايو مايكوتا سب ديفيجن ماستيجو مايكوتينا. الكلاس اومايسيتس. الاوردر برينوس بوراليس. الفاميلي بيثيسي. بعد ما بناخد الجنرال كاركتر زي ما اتعودنا بتاعه الاوردر وبتاعه الفاميلي وبناخد الكلاسيفيكيشن بتاع الاكزامبل اللي معانا بنبدا ناخد الجنرال كاركتر بتاع الكائن. الجنرال كاركتر بتاعه الفيتوفثرا انفستنس عامه هي بتكون ديستركتيف بارازايت واكتر نوع معروف فيها اللي هو الاكزامبل اللي احنا هناخده اللي هو الفيتوفثرا انفستنس. يعني عامه هي بتكون بارازايت لكن في بعض السبيشيز منها بتكون سابروفايت زي الووتر مولد. يعني هي عامه بتكون ايه بارازايت لكن في بعض السبيشيز بتكون سابروفايت. بتسبب الليت بلايت ديزيز اوف بوتيتو. طبعا لازم برضو نعرف الهوست بتاع كل فطر بناخده بيكون ايه لكن لان دي حاجة مهمة جدا. هنشوف مع بعض الفيجيتيتيف جروس بتاع الفيتوفثرا. معظم السبيشيز بتكون نون سيبتيتد مايسيليم. بتكون نون سيبتيتد المايسيليم بتاعتها ما بتكونش متقسمة تمام. وطبعا ممكن تكون برانشد او نون برانشد. ففي الحاله دي المايسيليوم بتكون نون سيبتيتد لكن بريديوسينج برانشز ات رايت انجل. يعني البرانشز بتاعتها بتكون رايت انجل. بتكون كونستريكتد ات ذير بوينت اوف اوريجين. كونستريكتد ات ذير بوينت اوف اوريجين. في الهوست تيشو المايسيليوم بتكون انترسيلولار تمام. وطبعا الهستوريا احنا عارفين ان الهستوريا ده كان الاورجان اللي بيحصل منه الفطر على الغذاء من الهوست بتاعه. الهستوريا دي بتاخد شكل فينجر لايك ودي بتعمل بنتريشن للهوست سيل عشان زي ما عرفنا قبل كده ان الهستوريا بيحصل منها ايه على الغذاء بتاعه. يبقى بتعمل بنتريشن للهوست سيل. الاسبرونجيا بتاخد شكل بير او ليمون شيب. والاسبرونجيوفور بتكون سيمبل او برانشد. تاني الاسبرونجيا تاخد شكل بير او ليمون شيب والاسبرونجيوفور بيكون سيمبل او بيكون برانشد تمام. ده شكل طبعا الليمون شيب بتاع الاسبرونجيا او ده ليمون شيب of a sporangia او beer shape. يعني ده او ده beer or lemon shape. بعد كده بقى هناخد اللايف سايكل. كده خلصنا الجنرال كاركتر بتاعه الفيتوفثرا وخدنا كمان الفيجيتاتيف
جروس بتاعتها، وخدنا الهستوريا شكلها ايه، والاسبرونجيا والاسبرونجيوفور شكلهم ايه. هناخد بقى اللايف سايكل، وما دام بنقول لايف سايكل لاي كائن يبقى لازم يكون عندنا النوعين بتوع الريبرودكشن اللي هما السكشوال ريبرودكشن والاسكشوال ريبرودكشن. اول حاجه هنتكلم عليها هي الاسكشوال ريبرودكشن، عندي فيها حالتين. حاله ان الفايتوثرا تاخد شكل تيرستيريال فورم، او الحاله الثانيه ان هي بتكون في الاكواتيك فورم. في التيرستيريال فورم الاسبرونجيا هيحصل لها انتشار عن طريق الوايند قبل ما يحصل لها جيرمينيشن. يعني الاول الاسبرونجيا دي في التيرستيريال فورم، يعني هي لازقه اصلا في الارض، هي موجوده على ايه، على سطح الارض. الاسبرونجيا هتنتشر عن طريق الوايند، بعد كده هيحصل لها جيرمينيشن. لكن في حاله الاكواتيك فور الاسبرونجيا بتفضل متصله بالاسبرونجيوفور، لكن الزوسبور بيحصل لها ريليزنج. زي هنا دي في حاله مثلا التيرستيريال فور، دي بيحصل لها انتشار، الزوسبور بيحصل لها انتشار عن طريق الوايند. تمام، الاسبرونجيا بتنتشر عن طريق الوايند، بعد كده بيحصل لها جيرمينيشن. لكن في حاله الاكواتيك اللي هي الويت او المويست سوري، في حاله الاكواتيك الاسبرونجيا بتفضل متصله، والزوسبور هي اللي بيحصل لها ريليزنج بره الاسبرونجيا، بعد كده بقى بيحصل لها جيرمينيشن. تمام كده خلصنا الحالتين اللي هي بتاعت التيرستيريال فورم والاكواتيك فورم. عندي الجيرمينيشن بقى، طبعا كده الزوسبور خرجت بره الاسبرونجيا، هيحصل لها جيرمينيشن. بعد كده الجيرمينيشن بتاع الاسبرونجيا ده بيحصل بطريقتين، طريقتين اتنين، يا اما بتكون اندايركت يا اما بتكون دايركت. اندايركت ده انتاج الزوسبور، البرودكشن بتاع الزوسبور ده بيحصل عن طريق ان هي بتكون سسبندنج، الاسبرونجيا بتكون سسبندنج في الكولد ووتر اور سويل اكستراكت. تمام، يعني هي بتكون اصلا جوه الكولد ووتر او جوه السويل نفسها، ده في حاله ايه، الاندايركت الجيرمينيشن بتاع الاسبرونجيا. تمام، الحاله الثانيه اللي هي الدايركت دي البرودكشن بتاع الجيرم تيوب نفسها، ده بيحصل لازم يكون في هاي تمبريتشر. فانا عندي حاجتين، يعني هي في الدايركت بتعتمد على التمبريتشر يعني بشكل كبير جدا. عندي حاجتين، يا اما تكون درجة الحرارة اقل من 15، ودي بتديني بتكون unnucleated زوسبور، يعني بتكون unnucleated زوسبور. لكن لو درجة الحرارة فوق 20 سيليزيوس هتديني multinucleated germ tube. تمام، يعني كده دايركت واندايركت. عرفنا الاندايركت لازم البرودكشن بتاع الزوسبور ده بيتحفز عن طريق ان الاسبرونجيا بتكون سسبندنج في الكولد ووتر او السويل اكستراكت. لكن في حاله الدايركت البرودكشن بتاع الجيرم تيوب بيتحفز عن طريق الهاي تمبريتشر. عندي حالتين، يا اما تكون درجه الحراره اقل من 15 فدي بتديني زوسبور بتكون unnucleated، لكن لو فوق 20 هتديني مالتي نيوكليتد جيرم تيوب. الزوسبور بقى لما بتتكون هيحصل ايه، ديني ديفرانشيتد وذين سبرونجيا ار ريليزد دايركتلي باي بريك داون اوف بابيلا. الاسبرونجيا بيكون فيها بابيلا دي لما بتتكسر او بيحصل فيها بريك داون، يعني بيخرج منها الزوسبور. دي كده الفتحه دي تعتبر سبرونجيا، الفتحه دي بنقول عليها بابيلا. فالبابيلا دي لما بيحصل لها بريك داون هيبدا يخرج منها ايه، الزوسبور. نرجع تاني، الديفرانشيتد زوسبور دي بقى اللي هي خرجت اصلا لازم هتمر الاول على الفيزيكال فورميد فروم بابيلا. تمام، يبقى في فيزيكال الاول حصل لها فورميشن من البابيلا دي، قبل ما تخرج الزوسبور لازم هتمر الاول على الفيزيكلز. يبقى الزوسبور ديفرانشيتد زوسبور بتمر الاول على الفيزيكلز، بعد كده بتبدا تخرج من البابيلا. البابيلا لازم يحصل لها بريك داون الاول، وبعد كده الزوسبور تخرج منها.
اليوني نيوكليتد لاترالي باي فلاجيليتد زوس بور سويم فور اطايم اتاتش تو هوست اند انسيست. بعد كده هنشوف مع بعض شكل الزوسبور. الزوسبور اهي دي بتكون باي فلاجيليتد، يعني عندي تو فلاجيلا، وبتكون طبعا لاترالي تمام. دي بتعمل سويمنج لحد ما تلاقي الهوست بتاعها، بتعمل سويمنج بعد كده ممكن تقعد فترة فبتعمل سيست حواليها، بتعمل كيس حواليها كده لحد ما تلاقي الهوست او يجي الوقت المناسب ان هي تعمل بنتريشن للهوست سيل بتاعتها. في الاخر بقى هيحصل جيرمينيشن للسيست ده او للزوز بور دي عن طريق الجيرم تيوب تمام. دي كده اللايف سايكل اللي احنا قلناها، دي في حاله الاس سيكشوال ريبرودكشن. دي ده الفنجاي اهو، او الفنجس بتاعنا حصل له جروست على على اي حاجه بقى، على النبات بتاعنا اللي هو البوتيتو مثلا، شجره البوتيتو بتاعتنا، النبات بتاعنا. هنا في حالة التريستيريال قلنا ان هو هيحصل لها انتشار عن طريق الوايند، لكن في حالة الاكواتيك قلنا ان الاسبرونجيا تفضل متصلة بالاسبرونيوفور، لكن الزوسبور هتبدأ تخرج من الاسبرونجيا تمام. بعد كده هتبدأ يحصل لها جيرمينيشن وتبدأ تعمل بنتريشن للهوست سيل تاني. وممكن لو ما لو الوقت مش مناسب او لو الهوست سيل مش موجود هيحصل لها انسيست لحد ما تلاقي الهوست سيل بتاعتها. دي الاس سيكشوال. في حاله السيكشوال ريبرودكشن بقى دي بتحصل عن طريق الاوسبور فورميشن والفيرتيلايزيشن، لازم هيحصل طبعا للاوغونيا عن طريق الانثريديا. يبقى احنا عارفين اصلا من قبل كده ان السيكشوال ريبرودكشن لازم يكون عندي اوغونيا وانثريديا تمام، اللي هو الفيميل اند ميل اورجان. عندي تو تايب من الانثريديا ارينجمنت، عندي الانثريديا والاوغونيا ليهم كده لما يكون شكل معين جنب بعض بيكون ليهم، يعني عندي تو تايب منها. في حاله ان الانثريديا في حالة الانثريديا بتكون attached laterally للأوغونيا دي بنسميها باراجينوس. باراجينوس معناها ان الانثريديا والأوغونيا متصلين ببعض يعني عن طريق lateral بالجانب يعني. لكن في حالة ان الأوغونيا اثناء الديفلوبمنت بتاعها بتعمل penetration للانثريديا وتنمو جوه الانثريزيوم دي بنسميها انفيجينوس. يبقى عندي باراجينوس وانفيجينوس. الباراجينوس ده معناه ان الانثريزيوم والاوغونيا متصلين ببعض عن طريق الجنب، لكن الانفيجينوس معناه ان الاوغونيا اثناء الديفلوبمنت والجروس بتاعها بتعمل بنتريشن للانثريزيوم. نشوف شكلها. دي كده الباراجينوس معناها ان الانثريزيوم والاوغونيا موجودين جنب بعض، لكن هنا الاوغونيوم بتعمل بنتريشن للانثريديوم تمام، بتنمو جواه. نرجع تاني. الاوغونيوم هايفي بقى بتعمل اميرج على الانثريديوم. دي شكلها. ده كده السيكشوال. احنا شرحنا الاسيكشوال هنقوله تاني، بس هنشوف السيكشوال ريبرودكشن. الاوغونيوم بيحصل لها جروس على او بتعمل اميرج على الانثريديا. طبعا هي بتكون مالتي نيوكليتد، لكن احنا بناخد سنجل نيوكليوس بس من كل اورجان منهم، من الاوغونيوم ومن الانثريديا، وبيحصل لهم فيوجن مع بعض فبتكون لي الاوسبور. الاوسبور ده بيفضل بقى بياخد بيريود كده او تايم معين لحد ما يحصل لهم لحد ما يحصل للتو فيوجن للتو نيوكليوس يحصل لهم فيوجن مع بعض، وبعد كده بيكونوا لي الاوسبور اللي هو بيكون 2N. بعد كده بعد ما كون لي الاوسبور بيحصل بقى فيرتيلايزيشن عن طريق الفيرتيلايزيشن تيوب، which a single nucleus is introduced from the antheridium and diffusion occur
forming oospore. يبقى كده احنا عرفنا ان الفيوجن حصل عن طريق كل نيوكلياي من كل نيوكلياس من الانثريديوم والاوغونيوم مكونوا لي الاوسبور. بعد كده الاوسبور ده undergo maturation، هيحصل له maturation وبعد كده يكون لي الزوسبور. الزوسبور دي بعد كده هتعمل انسيست ويحصل لها germination عن طريق الجيرم تيوب. ادي الاوسبور هيحصل لها maturation وجيرمينيشن عن طريق الجيرم تيوب، والسبورز دي هتخرج بعد كده ترجع تعمل لي انفكشن للمايسيليوم بتاع النبات من جديد. وادي كده دي عملت انفكشن على الورقه وعلى الثمره نفسها. في حاله الاسكشوال بقى عندي السبرونجيوم اتكونت او الكونيديوم. في حاله السبرونجيوم هيحصل ريليزنج للزوسبور، قلنا طبعا ان هي باي فلاجيليتد، وبعد كده يحصل لها سيست او انسيست لحد ما تلاقي الهوست سيل وبعد كده تعمل له انفكشن. في حالة الكونيديوم هي هتعمل انفكشن على طول للمايسيليوم، مش هيحصل لها انسيست ولا هيحصل لها اي حاجة. تمام، ده كده السيكشوال والاسيكشوال ريبرودكشن بتاع الفيتوفثرا. كده خلصنا فاميلي بثيسي. ان شاء الله المرة الجاية هنتكلم عن فاميلي جديدة وهي البرينوسبوريسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرص العطاء كثيرة أبوابها، والخير مولود له عشاق، لن يتقن الأعمال إلا مخلص متبسم متفائل سباق.